أستاذ محمد عبد السميع عضو فريق المبادرة الوطنية، وسؤالي تحديدا عن اللوجستيات. يعني مبادرة بهذه الضخامة وبهذا القدر من التفاصيل، أولا هل أنتوا نفس فريق حياة كريمة اللي هيتوسع ليبدأ في مبادرة ابدأ، وبالتالي بدين من نقطة معرفتنا بيها، وإيه سبب الربط بين المبادرتين؟ في البداية أحب أقول إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ هي مبادرة بتربط أو بتكمل مبادرة حياة كريمة كذراع تمكين اقتصادي ليها في كل المحافظات اللي موجودة، بالإضافة إن هي كمان بتقوم بدور اللوجستيات اللي حضرتك أشرتي إليه والدكتورة دينا برضو، إن إحنا بنقدر نجمع كل المهن أو كل الميزة التنافسية اللي موجودة في المراكز، ونقدر نعمل لوجستيات، يعني نعرف كل محافظة بتشتهر بإيه أو المهنة الموجودة عندهم أو الزراعات اللي موجودة عندهم، عشان نقدر نقيم عليها اي صناعه ذات ادد فاليو ذات قيمه مضافه للاقتصاد. فبالتالي احنا نعمل زي سبلاي تشين او سلاسل امداد لكل اللي موجود في محافظاتنا، ده بنربطه بالقطاع اللي موجود هناك، سواء محتاج تقنين اوضاع، محتاج ماكينات احدث، محتاج تدريب عماله في الاكاديميه او تدريب تمام فني مع شركه القطاع الخاص في اكاديميات التدريب الخاصه، ده كله بيتجمع في منظومه بالتعاون مع حياه كريمه. حياه كريمه متواجده بالفريق بتاعها الرصد الميداني على الارض في كل المحافظات اللي يتم تنفيذ المشروعات فيها، فبالتالي هم على درايه بكل الاماكن، فيقدروا ينزلوا بيرفعوا ارض الواقع، غير بقى شركاء الجهات الرسميه زي رئاسه مجلس الوزراء تدعمنا دعم كامل بالبيانات والمعلومات، هيئه التنميه الصناعيه، هيئه الرقابه على الصادرات والواردات، وفي تعاون متكامل جدا مع اتحاد الصناعات المصريه اللي بيمدنا بكل الخبرات اللي موجوده عنده داخل كل القطاعات والمشاكل ازاي نواجهها. طيب انا استاذ محمد دايما بيشغلني الناس هتستقبل الموضوع ده ازاي؟ فالناس نوعين هنا المهتمين بالمبادرة، بالحقيقة كلنا مهتمين بالمبادرة، لأن مفيش واحد في مصر مش فرحان إنه في مبادرات لتمكين الصناعة إذا صح التشبيه يعني. لكن لو حد مثلا بيصنع منتج وهو متعثر، متعثر في العملية نفسها، متعثر في ضرائب عليه، في الأجور، في الإيجارات، هل ده أو هل المبادرة عندها آلية لاستقبال هؤلاء، حل مشاكلهم، دمجهم داخل المبادرة وبالتالي العجلة تدور أسرع؟ طبعا بالنسبة للجزئية دي احنا لما اشتغلنا في المبادرة اشتغلنا على اتجاه واحد بس، ان احنا بنفسنا اللي بننزل للمصانع نفسها، يعني جمعنا كل البيانات للمصانع الموجودة بتقابل مشاكل، نزلنا لها عملنا فحص للمشكلة الموجودة عندهم، سواء كانت ضعف في الانتاجيه اللي موجوده، عنده تعثر مالي زي ما حضرتك قلتي، احنا ربطنا المصانع جزء منها مع جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه وحل المشاكل كتقنين اجراءات كاملا، بالاضافه لجزء منهم عنده تعثر مالي مع البنوك، بدنا نوفر له جزء من جهاز المشروعات وجزء من البنوك كتسهيلات ماليه، فبالتالي هو مشاكل اللي تقدر تقابله احنا بنقول في بدايه المشروع اثناء تحقيقه جمعنا كل المبادرات اللي موجوده في الدوله والجهات الرسميه اللي بتعملها، وقدرنا نوحدها في قاعدة بيانات واحدة متكاملة بحيث نربط كل الجهات ببعضها، ونسهل على المصنع اللي حضرتك قلتيه سواء بيقابل أي عراقيل يقدر هو كمان نقول له أسهل طريق للماكينات دي، أسهل طريق للتمويل بالنسبة لك والتدريب، ونوقفه لغاية ما يبدأ ينتج منتج مقابل المواصفات العالمية. آخر سؤال، أنا طولت عليك وتقلت عليك، هرجع لدكتورة دينا. لو اكتمال فكرة المبادرة، يعني انا ما اعرفش التفاؤل النهارده واخدني جدا ومتخيله جدا انه العجله هتدور بسرعه لانه اجتمعت النوايا اذا صح التعبير، كل المصنعين بالتاكيد عايزين يشتغلوا اكتر، الدوله هتسهل وتذلل كل العقبات اللي كلنا متفقين انها موجوده، الناس محتاجه فرص عمل، فكل الناس هتشجع